العيد عند كل واحد فينا له ذكريات وطقوس، وحقيقة أنه في شوية من الطقوس دي مكملة معانا، وشوية تانية بقت ذكريات الحقيقة بنحن ليها كل ما نفتكر حاجات حلوة حصلت لنا قبل كده. وبالرغم من أن تقريباً كلنا بنعيد بنفس الطريقة، لكن هيفضل العيد طعم وذكريات خاصة عند كل واحد فينا هتيجي في باله أول لما يتسأل العيد بالنسبة لك إيه؟ العيد أحلى حاجة في العيد اللبس الجديد، لازم حاجة جديدة، أي بيجامة، كوفية، أي حاجة جديدة. لبس جديد ده كان لازم، إحنا كبنات بتالي دي حاجة أساسية قوي. وأنا ببقى محضرة جزمتي كده جنب السرير ونايمين نحلم لما نصحى الصبح ونلبس الهدوم دي، بايت في السرير كده وأفضل بصاله لحد ما أصحى تاني يوم عشان ألبسه. في أنتكة زيادة عن اللزوم، فكانت معروف ده لبس عيد، ده مش لبسك العادي يعني. ولا المراجيح، فاكر أنا المراجيح اللي كانت على شكل مركب دي؟ كنت منبهر لما بشوف عيال بتلف بيها لفة كاملة، والعجلة أم كنبة ورا اللي كان يسوقها يبقى هو بقى الفيرود بتاع المجموعة. تقف في الطابور ساعة عشان تحجزها ربع ساعة. دايماً عمرك ما سلمت العجلة في الميعاد بتاعها. لعب الكرة في الشارع طبعاً. طبعاً يعني أنا كنت مستوايا مش عايز أقول لكم، كنت بقى في شنطة يعني مش عرضة، مفيش لأن أو لا لسببين، أولاً ماليش في اللعب خالص، ثانياً البيجامة جديدة فأنا فاهم بعمل إيه. كنا زي أي بيت مصري، كنا بنعمل الكحك، الساجات السوداء الكبيرة دي والساجات المدورة الصغيرة بأشكالها وألوانها والبتيفور والكحك والبسكوت. ستات العيلة والعمارة متجمعين بيعجنوا وبينقشوا الكحك، والصواني رايحة جاية كده على الفرن. فاكرة شكل الصواني وفاكرة وكلنا قاعدين بننقش الكحك. ننقش الكحك وأول واحدة بتاكلها كده وهي سخنة بتبقى فظيعة. ونسرق كام كحكة من على الصينية، وأحلى كحكة هي اللي كنا بنسرقها من على الصينية وهي لسه طالعة من الفرن. ما تفهمش جميلة ليه؟ ولو طلعت لك محشية تبقى يعني بيجامة جديدة وكحكة محشية، عايز إيه؟ جدتي أم أبويا هي اللي كانت بتقعد على الأرض وتفرش وتجيب الصاج الكبير ده وتخبز الكحك، وأنا اللي بنقرش الكحك. هو طقس بيجمع العيلة والعيال الصغيرة، وكنا بنساعد أهالينا في إن إحنا نقعد ننقش ونتعلم. طبعًا كنا بنعمل كحك لغاية آخر وقت. كانت جدتي بتعمل كحك في البيت وكان بيبقى أحلى كحك، من ساعتها ما دقتش أحلى من كحكها. صف العيدية والفلوس الجديدة اللي ريحتها زي العربية الفابريكا. نقف كده صف بيجامات جديدة والفلوس طالعة بنكنوت، إيه عمو يدينا العشرة جنيه يقول لك دي هتذبح العصفورة. طب يعني ليه الرعب ده يا عمو؟ قول لي كل سنة وانت طيب وخلاص. لا ويتخم بقى وإيه وتقف في صف العيدية وتلف ترجع تاني من أول الطابور عشان تاخد العيدية مرتين. لا كنت بحوشها وبحطها جوه كراريس عشان تفضل الورقة جديدة ونظيفة. كانت ماما تاخدها مني وتقولي أصل إحنا بنردها. هي كانت أمي الله يرحمها كانت عايزانا نحوش، وإحنا ما كناش نعرف نحوش أبدا، يمكن رامز اللي خد منها الحكاية دي. والله العيدية دي كانت من أهم الحاجات في العيد، وكنا بنستناها من السنة للسنة فعلا. بس أنا كنت بتضايق لأن هما كانوا بيدوا العيدية في أول يوم بس، أنا كان نفسي العيدية دي تبقى في تلات أيام العيد، كانت هتفرق جامد معانا أوي يعني، النهاردة كنا زماننا مكونين مستقبلنا، بس يلا الحمد لله. وأول كوباية شاي بلبن مع البسكوت وتسقي فيها البسكوت اللي هو النشادر ده، ليه طعم وليه ريحة. أول يوم العيد في الغدا يحبوا يغيروا، ياكلوا إيه بقى؟ فسيخ ورنجة وبصل أخضر. أنا بقى من الناس دي. العيد صفاء بالصعود والعيد فرحة. ما عندكوش فكرة قد إيه أنا ببقى فرحانة ومبسوطة، وشيء يشرفني إن كل بيت بيبقى فرحان بأغنية أهلا بالعيد دي، وأتمنى إن الأغنية تفضل في قلبكم دايما وما تتغيرش أحاسيسكم، وتبقوا دايما مستنيين أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. أحلى حاجة في العيد لمتنا، أهل وعيلة وصحاب وجيران، في سعادة وبهجة في كل حتة، والشارع كله كده فرحان إن أول يوم العيد جه، ولمتنا في بيت جدتي بعد صلاة العيد. لمتنا لمتنا اللمة اللمة لمتنا. بس وإحنا بنحتفل بالعيد النهاردة مش عايزين ننسى اللي بسببهم، إحنا النهاردة بنعيد ومبسوطين ومتجمعين، اللي ضحوا بروحهم فدانا وفدا أرضهم، اللي ضحوا بأرواحهم وهم بيقوموا بواجبهم. أبطالنا شهداء الوطن، ولولاهم كناش هنبقى هنا النهاردة، بننعم بالأمن والأمان وبنعيد وإحنا مطمئنين. كل أسرة عندها شهيد ومقامهم في قلوبنا كبير جدا جدا جدا، كل سنة وانتوا في الجنة ونعمها. بنقول لكل شهدائنا إحنا هنفضل فاكرينكم، حافظين جميلكم، وبنفتخر بيكم. مصر هتفضل فاكرة كل أسامي ولادها الشهداء اللي ضحوا عشاننا وعشانها، وأولادهم
أولادنا أمانة في رقبتنا طول ما احنا عايشين، وبنقول لكل أولادهم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. كل سنة وانتم طيبين. 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 كل سنة ومصر طيبة. عيد سعيد عليكم يا رب يا رب يا رب، كل أيامكم تبقى أعياد في أعياد. عيد سعيد وكل سنة ومصر طيبة.